تستمر في السودان الاستعدادات للاحتفال بالتوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وسيشهد الحفل تمثيلاً دولياً واسعاً. تحمل المرحلة الانتقالية في السودان تحديات كبرى للنهوض بالبلاد من جديد. الاستعدادات للتوقيع النهائي على الإعلان الدستوري اكتملت، إجراءات أمنية مشددة لاستقبال المشاركين في حفل التوقيع من رؤساء دول وممثلين عن المنظمات الدولية ورؤساء الأحزاب وقادة المجتمع المدني. 8 أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام البشير تنتهي غداً، ليدخل الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حيز التنفيذ. المتظاهرون وممثلوهم يعتبرون الاتفاق انتصاراً للثورة وأهدافها، وقادة الجيش يرون أنهم بذلك جنبوا البلاد حرباً أهلية. وبينهما تنتظر الفترة الانتقالية مهام رئيسية، من أبرزها العمل على إنهاء الحرب وتحقيق السلام خلال 6 أشهر، إضافة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية التي بسببها خرج مئات الآلاف إلى الشارع مطالبين بتغيير البشير. كما ستشهد المرحلة الانتقالية تفكيك بنية النظام السابق ومحاسبة مسؤوليه على الجرائم التي ارتكبت خلال 30 عاماً. ويعتبر رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ملفاً أساسياً لما له من تأثير على مجمل أوضاع البلاد. وحدد الإعلان الدستوري أيضاً ضرورة العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من وظائفهم ووضع إصلاح قانوني، إلى جانب إنشاء آلية لوضع دستور جديد للبلاد وتعزيز دور المرأة والشباب وتوسيع فرص مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تتطلب هذه التحديات تعاون جميع الفرقاء لإنجاحها وحماية ما تحقق من أي حركة ارتدادية. وينضم إلينا من استديوهاتنا في الخرطوم الكاتب والباحث السياسي منتصر إبراهيم. أهلا بك أستاذ منتصر عبر سكاي نيوز عربية. ما أهمية حسم الأسماء الذي حصل في الساعات الأخيرة، وأهمية هذا الاحتفال الذي ينتظره السودانيون بعد 8 أشهر من الأخذ الرد والأزمة المفتوحة؟ شكرا جزيلا سكاي نيوز لهذه الاستضافة في ليلة يعني ينتظرها ينتظر فجرها الشعب السوداني بطوق كبير، يعني لأن يفضي التوقيع الذي مزمع أن يتم غدا للوثيقة الدستورية ليدشن مرحلة انتظرها السودانيين كثيرا بعد الإطاحة بنظام الجنرال البشير. وأعتقد أن صباح السبت سيعبر عن نفسه بالتدافع الكبير. أنا هنالك مشكلة في الصوت، يعني عفوا أسمعك جيدا أستاذ منتصر. يعني أهمية هذه المرحلة التي عرفت بالمرحلة الانتقالية هي لتقريب وجهات النظر، هل نجحت كل هذه الساعات الطويلة من المفاوضات والاجتماعات في تذليل كل العقبات، أم أن المرحلة المقبلة أيضا دونها محاذير ومخاطر ربما للاختلاف الموجود؟ ما هو معلن الآن من جميع الأطراف من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري يبشر بأن البداية يعني مطمئنة، لأن هنالك جوانب كبيرة الآن يبدو من خلال مواقف هذه الأطراف التي توصلت للاتفاق ويعني وتسعى إلى توقيعه وسط قبول وانتظار شعبي وجماهيري كبير ودعم ومشاركة دولية وإقليمية معلن عنها، فكلها يعني تشير إلى أن للسودانيين مستقبل بكل تأكيد. يعني كل الرهانات يعني تتوقف على تعاون هذه الأطراف
وأن يعني تسعى بخطى حسيسة مثل ما ترجموه خلال يعني الأيام يعني الماضية، رغم يعني الصعاب هنا وهنالك التي اعترضت مسيرة يعني التفاوض. فيعني هذه الليلة أنا يعني هي ليست مسألة شخصية، ولكن الآن شوارع الخرطوم تشهد يعني بعض الـ يعني التحركات الـ يعني المجموعات الشبابية يحملون أعلام يعني وهتافات تبشر بأن يعني بأن ما يحلمون به وما ضحوا لأجله سيتحقق، بالإضافة لإعلان المجلس العسكري لكامل استعداداته اللوجستية والتنظيمية والتأمينية لإكمال يعني توقيع الوثيقة يوم غد السبت إن شاء الله. ولكن أيضا هنالك التزامات دولية، هنالك دول ضمنت لهذا الاتفاق الحاصل، الدول الإفريقية، ما مدى اليوم أهمية التزام الأطراف الداخلية بهذا الموقف الإقليمي والإفريقي والدولي مع كل الدول التي ستشارك غدا؟ نعم، التزامات الأطراف الداخلية كما أشرت يعني يبدو واضح أنه مستوى التوافق بين المجلس العسكري ويعني هو إعلان الحرية والتغيير يغاس عليه مسار العملية السياسية برغم تحفظات يعني أطراف الجبهة الثورية، ولكن بما أن المصفوف الأولى في عملية الانتقال أو العملية الانتقالية يعني تعبر عن يعني الاتجاه إلى إكمال عملية السلام بصورة كاملة، بكل تأكيد هذه الظروف المحلية والدولية تعبد المسار السياسي نحو إكمال عملية السلام حتى وإن تعنت الأطراف السياسية التي يعني تستهدف بهذه العملية. هنالك يعني رغبة واضحة والتزام أعلنته الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهنالك تفاهمات سياسية بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، إلى جانب الأدوار الإقليمية التي يعني يفترض أن يعني تستكملها يعني يستكملها الاتحاد الأفريقي، إلى جانب يعني الجارة يعني أثيوبيا التي تشارك بوفدها في توقيع الإعلان الدستوري يوم غد بمشاركة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. فلكل ذلك يعني نرى بأن هذا الدعم الدولي التي يعني عبرت عنه أطراف دولية عديدة كالولايات المتحدة التي عززت يعني مسار ضرورة التحول الديمقراطي بفرض عقوبات على عناصر في النظام السابق، فكل هذه يعني ستؤدي إلى تعزيز إمكانيات فرص تصفية النظام السابق بتعاون كل الأطراف يعني المحلية. فبكل تأكيد أنه مسار العملية السياسية بما أنها مسنودة شعبيا وبتكامل أطراف يعني أدوار الأطراف الرئيسية في المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، فهذا يجعلنا نعتقد بأنه ليس هنالك أي مساحة إلى يعني أو يعني فرصة للتراجع إلى أي مربع قد يعني يعطل العملية السياسية في السودان الآن، ومفارقة جيدة يعني ممكن نعتبرها في محيطنا الآن، إنه يعني تجتمع الإرادة الشعبية والإرادة الرسمية في مسار سياسي واحد. فهذا يعبر يعني بكل تأكيد هي ليست يعني رغبات عاطفية بقدر ما إنه الأدوار السياسية الحقيقية اللي لعبتها الأطراف الشعبية والرسمية، دور المجلس العسكري في انحيازه إلى الثورة، دور يعني المشهود لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، فأنه تجاوز العديد من المطبات والألغام التي كانت تعترض مسيرة لعب دور حقيقي في التحول السياسي. فلكل ذلك أعتقد أنه يعني مسار العملية السياسية برغم يعني عدم اكتمالها في جوانب يعني جزء ما يعكر صفوها، ولكن أعتقد أنه مسار العملية السياسية في السودان أؤمنوا ويؤمنوا كثيرين يعني بأنه لا بد ويجب وسيكون بإذن الله مسار سياسي
طيب تاريخ 17 يعني من أغسطس لن يكون يعني ما بعده كما قبله، هنالك مرحلة انتقالية، هنالك التزامات ضمن هذه المرحلة الانتقالية، هنالك الأزمة الاقتصادية الحادة، الالتزام بالسلام والخروج مما كان يعرف مرحلة الحرب وحالة الطوارئ التي كانت تعيشها البلاد. الستة أشهر المقبلة هي فاصلة ومصيرية أيضا أستاذ منتصر، وتتطلب جهد وعمل شاق وطويل من كل الأطراف، وهنا السؤال ما مدى التزام يعني كل من الأطراف بعد الضمانات التي قدمها الجيش؟ نعم يعني فعلا من هنا حتى ديسمبر أو سبتمبر القادم في اكتمال مصفوفة الاتفاق السياسي هي مسيرة اكتمال العملية السياسية. المحوري في هذا الأمر هي يعني قضية الاستقرار السياسي. نعم هنالك ارتباط بين مثلث الأزمة السياسية في السودان، أزمة الاستقرار السياسي والانحيار الاقتصادي المتواصل والحرب يعني الأهلية المتجددة. كل هذه يعني مثلث الأزمة السياسية في السودان يعني قد نقول يعني لغة المثلثات أن الوتر الرئيسي في هذا الأمر هو الاستقرار السياسي. فالاستقرار السياسي نعم هو سيكون عامل حاسم، لأن الاستقرار السياسي هو لابد أنه سيكون مدخل إلى الإصلاح الاقتصادي أو يعني تقديم حلول يعني حلول اقتصادية، ولا بد أن ذلك يعني يكتمل بالمساعي الحقيقية وتكامل كل الأدوار للتأثير في مسار يعني السلام الشامل. وهنا يعني العملية السياسية نعم هناك أستاذ معتصم تجاوز ثلاثة عقود يعني هي التي أدت اليوم إلى هذا الغضب الشعبي. هنالك من يتحدث بأن تفكيك بيئة يعني من حكم السودان لثلاثين عام يعني سيأخذ وقت طويل ولن يكون من السهل تجاوز في ستة أشهر ما تم بناؤه داخل مؤسسات الدولة، منظومة الفساد الحاصلة، كلها محاذير يعني يجب أيضا العمل الجاد لتجاوزها. بكل تأكيد أنا لا يعني لا أتحدث بلغة حالمة بقدر ما أنه يعني الآن مسار يعني الاستقرار الذي حدث يعني بفضل برضو إلى جانب كبير دور المجلس العسكري كان يعني حاسم في جوانب كثيرة ويعني في والتزام يعني بعض الأطراف الحركة السياسية والجانب الكبير للمجتمع السوداني ذات نفسه في مسيرة الثورة السلمية، كلها يعني مكنت من أن يتجاوز السودان أهم عقبة هي عقبة تجاوز نظام البشير كنظام حكم. فإرهاصات أو يعني مخلفات النظام لا بد من أنه يعني بكل تأكيد هي أخف أثر وأخف وزن في مسار أو مسيرة العملية السياسية. نعم هنالك جوانب إصلاح جهاز الدولة، جهاز الدولة الذي تحلل بسبب الفساد وبسبب سياسات التمكين، وهي مسألة يعني هي ستكون يعني ليست قضية إصلاح جهاز إداري بقدر ما إنه التجربة السياسية والعملية الديمقراطية، عملية التحول الانتقال وكل هذه المفاهيم ستؤدي بكل تأكيد إلى البحث عن مسار لجهاز إداري متزن. ولكن أيضا عمل الجهاز الإداري أستاذ معتصم ذات أهمية كبرى، الاختصاصات التي يعني يناط بها مجلس السيادة هو إعادة بناء هيكلية المؤسسات، إن كان السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، وعمل السلطة التشريعية، وهو أيضا يعني العمل بها بكل هذه التفاصيل قد يستغرق سنوات طويلة، وقد تكون مهلة ستة أشهر الأولية وجيزة. بكل تأكيد أنا أشير لأنه يعني لو قرأنا مشهد الانتقال في يعني تجربة الدولة الوطنية في السودان يعني لا بد أنه هي فعلا تحتاج إلى مسيرة طويلة. عملية الانتقال في السودان ستسير في اتجاهين، الانتقال من تجربة الشمولية إلى تجربة الدولة التعددية أو الديمقراطية، دولة الانفتاح والحريات، هذه جزئية. الجزئية الثانية هي الانتقال من حالة الحرب إلى السلام.
وهي فعلا عملية مركبة ومعقدة للحرب اقتصادياتها، للحرب سياساتها، للحرب مؤسساتها، وكل هذه ضمن عملية سياسية يعني طويلة بكل تأكيد ستلقي إبعة على السودانيين، وهنا سيظهر أو سيظهر يعني التزامهم الجاد في الانتقال بهذه الدولة التي عانت من الوقوع في وحدة يعني أو مخلفات الدول ما بعد الاستعمار. هنا يتطلب الدور الحقيقي للنخب السياسية والقوى الاجتماعية السودانية في أن يتجاوزوا محطات الانقسامات التي يعني عصفت ب مسيرة الانتقال في السودان لأكثر من مرة، ضيعت فرص انتقال من خلال يعني التي أتيحت عبر اتفاق السلام الشامل، عبر الانتفاضة التي حدثت في 85 وهكذا. الآن يتحتم حقيقة يعني والدور والمجال مفتوح بكل تأكيد يعني للسودانيين بأن يبرزوا جدارتهم بأن يبنوا دولة، أو يعني ممكن بكل تأكيد أنا تحدث أستاذ معتصم يعني عن دور يعني الشخصيات السياسية أو الريادية، ولكن قوى الحرية والتغيير قدمت أبرز مرشحيها لتولي هذه المناصب القيادية خلال الفترة الانتقالية. اليوم ضمان دور كل الأطراف من يفرضه، وهل ربما ستعود من جديد إلى السطح من جديد الخلافات التي حصلت في الاجتماعات الطويلة الشهرين الماضيين؟ انا يعني لدي حس داخلي ومعلومات في جوانب من انه هنالك شخصيات مؤثره في المجلس العسكري لديها بصيره واراده بتفرضها لتحقيق ما يرتضيه الجميع. يعني بكل تاكيد هنالك ادوار لشخصيات سياسيه لديها القدره في حسم كثير من المواقف بحيث انه يمنع يعني التصلب في العملية السياسية أو يعني الرجوع إلى نقاط الخلاف والاختلاف والاستقطابات المضادة. الآن أنا أثق تماما بكل تأكيد في أنه يعني إرادة قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري لا بد أنهم قد اتفقوا مسبقا يعني إلى حد ما في أن لا يختلفوا مستقبلا إلى حدود كبيرة بتأثير الأطراف يعني أطراف الوساطة الأفريقية والوسطاء الوطنيين. اسمح لي أستاذ منتصر أن بالإضافة لإرادة سياسية أريد أن بضيفنا أيضا من الخرطوم الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر. أهلا بك أستاذ خالد. يعني أبرز النقاط التي ناقشناها مع أستاذ منتصر، الضمانات المقدمة في هذه المرحلة الانتقالية، غدا 17 من أغسطس يعني هو تاريخ انتظره السودانيون طويلا، احتفال رسمي واستعدادات، ولكن المرحلة التي ستأتي ما بعد هذا التاريخ هي أيضا مرحلة مصيرية ودونها الكثير من العقبات وربما المطبات السياسية التي ستواجهها يعني كل القيادات التي ستقود هذه المرحلة. أنا أعتقد أن الضمان الرئيسي هو الضمان الشعبي، هذا الشعب العظيم صنع هذه الثورة العظيمة، ووحدته وتنظيمه وإرادته وعزيمته هي الضامن الأكبر لأن تسير هذه الثورة حتى مداها الأخير وأن تحقق أهدافها بالكامل. بكل تأكيد كما تفضلت بذكره هنالك تحديات عظيمة تبتدي منذ يوم الغد، طبيعتها مختلفة، الثقل مختلف، ولكن بقدر حجم هذه التحديات وبقدر كبر هذه المخاطر أنا أعتقد بأن شعبنا قادر على أن يعبر بأحد أكثر المراحل خطورة في تاريخ السودان الحديث. السودان الآن في مفترق طرق تماما، إما أن يفي بوعود ثورته العظيمة وإما أن يهزم، وأنا أعتقد بأن شعبنا غير قابل للهزيمة. طيب أستاذ خالد، ربما عندما نأتي على التسميات وعلى الاجتماعات الطويلة وما حصل أيضا في الأشهر القليلة الماضية، هنالك دائما تفاصيل وهنالك دائما نقاشات وحصص وربما تقاسم نفوذ. هل من السهولة تجاوز هذه المرحلة ما بعد يوم غد،
والذهاب إلى بناء المؤسسات وتوزيع بناء هذه السلطة الجديدة أو الحكم الجديد؟ باستمرار كانت هنالك شكوك حول عزيمة وإرادة قوى الحرية والتغيير الحقيقية فيما يلي مسألة السلطة الانتقالية وما إذا كانت تريدها أو تريد تحويلها إلى محاصصات حزبية. وظلت قوى الحرية والتغيير تؤكد بأنها غير راغبة في تحويل مؤسسات السلطة الانتقالية لمؤسسات تقوم على المحاصصة الحزبية، وأنها ستعتمد معيار الكفاءة كمعيار أول وأوحد لاختيار شاغلي المناصب الدستورية المختلفين. وأعتقد بأن هذا الوعد تحول إلى واقع منذ أن أعلنت قوى الحرية والتغيير بالأمس بعض الأسماء المرشحة للمناصب المختلفة. أثبتت قوى الحرية والتغيير أنها وفية لمعيار الكفاءة، وأنها لا يوجد بينها أي نوع من أنواع الصراعات حول المقاعد والاستئثار بالسلطة. وأنا أعتقد بأن قوى الحرية والتغيير قد نجحت في هذا الامتحان الأول، والآن نحن نستشرف الأفق نحو امتحان جديد، وهو امتحان توفير السند السياسي للسلطة الانتقالية. ولكن الكل يعلم بأن الضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية هي كانت يعني سبب بخروج المتظاهرين عشرات ومئات الآلاف ضد القمع، ولكن ضد أيضا أزمة اقتصادية حادة. يكون الحل الاقتصادي هو الأكثر تعقيدا في هذه الفترة الانتقالية وتحديدا المرحلة الأولية المحددة بستة أشهر. أستاذ خالد، حل الضائقة المعيشية أولوية بالنسبة للسلطة الانتقالية، ولكن لا يمكن قراءة الواقع الاقتصادي أو المشهد الاقتصادي بمعزل عن المشهد السياسي. هناك ارتباط لا فصام فيه بين السياسة والاقتصاد. الأزمة الاقتصادية في السودان ليست هي المرض الرئيسي في جسد الدولة السودانية، هي عرض من أعراض الأمراض الرئيسية في جسد الدولة السودانية. هي عرض للحرب الأهلية الماحقة التي راح ضحيتها الملايين في السودان ونزح ضحيتها الملايين من النازحين واللاجئين. الأزمة الاقتصادية هي نتاج للفساد ولسوء الإدارة ولسياسات التمكين التي أفسدت جهاز الدولة وجعلته غير فعال وغير كفء. الأزمة الاقتصادية هي كذلك نتاج للوقوع في إسار مناهج اقتصادية بائسة تعتمد على التقليل من الانتاج والاعتماد على الأنشطة الطفيلية وأنشطة السمسرة التي دمرت الانتاج وصرفت الأنظار عن ثروات السودان الحقيقية، سواء كان في الزراعة أو في الصناعة أو في الثروة الحيوانية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية الانتاجية. ستضع السلطة الانتقالية ذلك نصب أعينها، وهنالك تحديات بكل تأكيد داخلية في النهوض الاقتصادي خصوصا مع التدمير الكامل الذي حدث للبنية الانتاجية، وخارجية كذلك لأن السودان لا يزال يقع تحت نير عقوبات الأمريكية المرتبطة بقائمة الدول الراعية للإرهاب وما تستتبع هذه العقوبات. أستاذ منتصر، ما تفضل به أستاذ خالد تحديدا رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب هو ملف أساسي، يعني وهو له الانعكاس المباشر على دور السودان الجديد أو الدولة الناشئة أو بناء المؤسسات والتعاون أيضا مع الأسرة الدولية ومختلف العواصم، وهو سيفرض واقع جديد. أهمية اليوم تضافر كل الجهود للوصول اليوم لرفع اسم السودان من هذه اللائحة. بكل تأكيد يعني زي ما أشرت في مداخلة سابقة بأنه يعني الدور الظاهر الآن والمشهود هو مشكور له جدا يعني من الأسرة الدولية في دعمها إلى يعني ضرورة تعبيد مسار الاستقرار السياسي في السودان بدور إقليمي ودور المنظمة الإقليمية التي ننتمي لها في الاتحاد الأفريقي وما أعلنته الولايات المتحدة في حظر وإجراء عقابية حقيقية في مواجهة يعني عناصر النظام السابق. لكل هذه
الإشارات وكل هذه الجوانب. ولا نغفل طبعا بكل تأكيد يعني الدور الخليجي البارز في الشأن السوداني الذي يعني عزز في يعني أو ساعد في فرص الاستقرار الاقتصادي حتى في ظل غياب نظام في ظل يعني غياب حكومة مرت على مدى 4 أو 5 شهور، والوضع الاقتصادي في السودان قد يكون أفضل حتى من أثناء وجود حكومة المؤتمر الوطني. فكل هذه إشارات يعني بكل تأكيد تطمئن السودانيين، وكما أشرت بأن في نهاية الأمر يعني يتوقف أو تتوقف هذه المسيرة بتكامل الإرادة السياسية لدى الأطراف في المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في، وطبعا بكل تأكيد أن تنتقل بلغتها وفي خيالها السياسي من أنها قوى معارضة إلى قوى يعني حاكمة، فلا بد من أن تطور في لغتها و استشهاداتها واقتباساتها اللغوية حتى. فلكل ذلك أنا أفتكر إنه يعني مسار العملية السياسية الآن السودانيين في يعني في دائرة حظ يعني ممكن نعتبرها جيدة قبل أن يعني بكل تأكيد ندخل في مراحل فاصلة بانتهاء الفترة الانتقالية. الفترة الانتقالية مدتها 3 سنوات هي مرحلة حاسمة في أن تأتلف هذه القوى المعارضة المتشرذمة، أن توحد في برامجها، أن يعني أن تبني خطاب سياسي متزن، أن يكون لديهم أفق سياسي. بكل تأكيد الاستفادة من فرص الدعم الدولي والإقليمي المتاح في التدريب والتأهيل ورفع القدرات، ويعني يعني مسار المستقبل السياسي الذي ينتظره السودانيين جميعا. اللافت أستاذ خالد بأن كل الضمانات أو كل ما تم التوقيع عليه في الفترة المقبلة قد يؤدي أيضا مع الجهات الدولية، مع عودة عمل مؤسسات الدولة، إلى اتفاقيات جديدة ترسم المشهد السياسي. اليوم التزام كل الأطراف بالضمانات التي كان الاتفاق عليها تم الاتفاق عليها في السابق، أو الثقة هي التي ستبني المرحلة المقبلة وتجاوز مرحلة التشكيك وربما أيضا التخوين؟ في الحقيقة نحن نقدر للغاية الدور الإيجابي الذي لعبته دول الإقليم ودول الجوار و المجتمع الدولي من أجل مساعدة السودان في الوصول إلى النقطة التي نحن فيها الآن، ولكن يظل العامل الرئيسي هو العامل المحلي والعامل الداخلي. العامل الرئيسي الذي أحدث التغيير في السودان هو إرادة وقدرة الشعب السوداني وتنظيمه ووحدته، والعامل الرئيسي الذي سيعبر من المرحلة الانتقالية هو العمل الحقيقي والوفاء الحقيقي لأهداف هذه الثورة. وهذا الأمر يشمل الطرفين سواء كان قوى الحرية والتغيير أو المجلس العسكري. من سيوفي لأهداف الثورة وسيعمل لها بجد وبصدق سيجد الشعب السوداني بجانبه سند وعون، وسيعبر به الشعب السوداني هذه المرحلة الصعبة. ومن ينحرف عن أهداف الثورة أو يحاول الالتفاف عليها أو يبتعد عنها سيجد الشعب السوداني ضده، لأن الشعب السوداني الآن يشهد حالة بتاعت نهوض للحركة الجماهيرية. الحركة الجماهيرية الآن موحدة ومنظمة وقادرة على تعديل أي اعوجاج تقوم به الطبقة السياسية أيا كانت تنحدر منه. لذلك يظل العامل الداخلي هو العامل الرئيسي والعامل الحاسم. أستاذ معتصم، عندما يجري الحديث عن آلية جديدة، عن توسيع فرص مشاركة كل الأطراف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعني الثقة التي يعني ربما أدت إلى هذه المرحلة ولكن لم تكن الضامن الأساسي، بناء الثقة بين كل الفرقاء والأطراف لإنجاح هذه المرحلة ولعدم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ستفرضها الأطراف الداخلية أم ستستجلب من جديد تدخل خارجي وأقليمي؟ الآن يعني بكل تأكيد يعني أستطيع أن أتحدث أن هنالك إرادة وطنية واحدة تحديدا فيما يتعلق بمسألة السلام. هنالك مجتمعات التي عانت من إشكالات الحرب طوال هذه السنوات يعني ليست لديها أي رغبة في أن
تعود إلى دائرة النزاع أو أن يعني يتم يعني إقحامها في صراعات سياسية. طبعا بكل تأكيد هي كشفت يعني جانب كبير من مشكلات يعني مشكلات العقل السياسي السوداني أو تحديدا في الجوانب يعني لدى القوى المسلحة. أنا أفتكر إنه موضوع الطرح السياسي والبرنامج السياسي الذي يستوعب يعني هذه الإرادة الجماعية لدى السودانيين كفيلة في أن يكون أن يكون لها دور حاسم. بكل تأكيد يعني اللغة المستوعبة لمشكلة المشكلة السوداني في جوانبه الكاملة زي ما أشرنا إلى مشكلة الحرب الأهلية المتطاولة أو الصراعات الأهلية إلى جانب الأزمات الاقتصادية ومشكلات الاستقرار السياسي، كل هذه يعني هذه القضايا تحتاج إلى أن يتم استيعابها في مصطلح سياسي واحد لتكون وجهة للأمة السودانية جميعا. كنت أتمنى وأرجو يعني مثل ما يحدث باستمرار لدى كثير من المجتمعات حينما تمر بمرحلة انتقال محدد تسمي يعني أول عتبة في مسيرتها السياسية بتوصيف محدد. كنت أرجو ويعني أن يعي الأطراف العملية السياسية السودانية أن يكون الدعوة يوم غد ليس لمجرد توقيع على وثيقة سياسية لتقاسم السلطة بقدر ما التعبير عن أفق اجتماعي وسياسي كامل يدعو فيه إلى السلم والمصالحة، باعتبار أنه يعني مشكلات الصفوة السياسية كرست إلى إشكال انقسام اجتماعي يعني فظيع في المجتمع السوداني بكل اتجاهاته. يعني كنت أرجو أن يكون مثل هذه المصطلحات هي من المفاهيم يعني المصطلحات الرئيسية في خطاب الغادة السياسيين الذي يعني يرجى منهم أن أشكرك الكاتب والباحث السياسي السوداني منتصر إبراهيم، وأيضا من استديوهاتنا في الخرطوم الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر، شكرا جزيلا لكم.